بسم الله الرحمن الرحيم. نبغي نبلغ واحد الرسالة للرأي العام والغيورين على الشأن الرياضي مدينة ابن جرير، بأن الفريق ديال الرجاء بن قرير وصل لمباريات السد، وصل بواحد الجهد كبير، عنده لاعبين من طينة كبيرة، عن الناس الغيورين ديال الفريق يعني تيعاونوا هذا الفريق، ولكن الامكانيات راه محدوده. المنح ديال هذه السنه باقي ما توصلناش بها، التامنحه ما توصلناش بها. مدينه ديال مكري محتاجه لواحد الفريق ان يكون في الهوات يمثلها في البطوله ديال الهوات، خصوصا ان الفريق الاول وصل القسم الثاني من البطوله الاحترافيه. تنتمنى من الناس المسؤول عن الشان الرياضي بان تعاون هذا الفريق هذا ودفع به وتعاونوا ماديا ومعنويا باش يوصل للمبتغى ديالو اللي انا وهو الصعود القسم الثاني هوات. وشكرا.